غادي نرجع عند الكوتش سي محمد الروحي، وشنو المثال اللي جبتي لنا اليوم كوتش؟ نعم، اذا المثل المغربيه اللي غندرسوا اليوم هي انا وخويا على ولد عمي. نعم. وانا ولد عمي على البراني، انا وخويا على ولد عمي وانا ولد عمي على البراني، يعني انا دائما في الصف ديال العائله ديالي. فاذا هذه المثله فيها امور ايجابيه، هو ديك التعاطف مع العائله، الحمايه ديال العائله، الدفاع عن العائله، ولكن حنا غندرسوا الشق السلبي منها. نعم نعم، هذا المهم. ولكن كنحاولوا اننا نجيبوا دائما من خلال هذه الفقره هذه معك كوتش محمد روحي، هو اننا نعطيو مجموعه من الاقوال اللي كنقولوها في 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 الكلام ديالنا، ولا نعم. في اللونغاج ديالنا في بلادنا، واللي بعض المرات كتكون بطبيعه الحال كيكون مثل اللي كيعطينا باغ اكزومبل واحد القوه، كيعطينا واحد لا موتيفاسيون، كيخلينا نزيدوا لقدام. ولكن كاينين مجموعه من المثلات كيف ما كتذكر دائما في كل حلقه اللي كيخليونا لحللناهم بعمق كنلقاو انهم بالعكس كينقلبوا علينا بالسلب، وكيخليونا نفكروا بواحد الطريقه اللي هي سلبيه، وبعض المرات نقدروا نكونوا ظالمين لمجموعه من الناس. صحيح. وهذا هو المثال ديال اليوم. اليوم المقوله هي انا وخويا على ولد عمي، وانا ولد عمي على البراني. فوقاش الانسان كيقول هذه المثله هذه باغ اكزومبل المجتمع ديالنا؟ نعم، اذا تيقولها هذه المثله هذه في الوقيته اللي شي حد من الافراد ديال العائله ديالو تيوقع ليه شي خصومه ولا شي مشكل مع طرف اخر. نعم. فاذا هو تيبغي يوقف جنبه تيقول ليه شوف انا راني معاك، زين. ولكن هذيك الوقفه جنبه بالخطره تتكون تتأذي هو وتتأذيني حتى انا الا كان هو خطا. ففي الحاله الا كان هو خطا وانا وقفت معاه فانا بحال تنداعمو على هذاك الخطا. نعم. ولكن بما انني انا تنبغيه فديك الحب ديالي اش يدير بحال تيعمي لي البصيره ديالي، يعني ما تبقاش نميز ما بين الصواب والخطا، وهذا تيولي بحال التعصب. فاذا هنا انا ما تبقاش نشوف الحق ولكن تنشوف ديك التعصب ديالي لهذيك العائله. ففي هذيك اللحظه تكون انت تتالم نفسيا لانه هو عنده هذاك المشكل. بحال نقول مثلا انا وخويا خدامين في شي اداره ولا في شي شركه، الاخ ديالي وقع عليه مشكل مع شي موظف معين، ويقدر يكون هو اللي خطا، ولكن انا تقلقت باش وقع هذاك المشكل، فبالتالي غادي نولي انا تندافع عليه في جميع الاحوال والقدر نخبي الحقيقه، يعني ما غاديش نكون محايد في هذيك اللحظه. علاش؟ لانه تنقول انا باش نرتاح نفسيا خص هذا المشكل يتحل. وبالنسبه لي ما معنى خصو يتحل، معنى خصو هو اللي ينتصر، ماشي الحق اللي ينتصر، خص خويا هو اللي ينتصر باش خويا غيكون سعيد، ولا كان هو سعيد حتى انا في هذيك اللحظه غادي نكون سعيد، حيت انا خايف نفقد هذيك العلاقه، حيت انا بالنسبه لي واحد الاولويه مهمه، واحد القيمه مهمه في الحياه ديالي. هذاك خويا اما الاخر غير براني، فهمتي، ما عنديش معاه شي علاقه، هذا اللي دوز معاه صوري ولعبنا مجموعين وشركنا الطعام وهذا، فبالتالي خصني نوقف بجنبه. انا لما وقفتش بجنبه تقدر العلاقه تخسر في المستقبل. نعم. وتقدر تاثر حتى علاقتي مثلا مع والديا ولا لونتوراج وهذا. فاذا تنحسب واحد الابعاد معينه وتنقول غنضحي بواحد الجانب ولكن غادي نوقف في جنبه. ولكن الا كان عاوتاني عندي شويه ديال الضمير وجيت انا وقفت في جنبه وكتمت الحق، نعم، غنبقى طول حياتي وانا تنتعذب داخليا. ظلمت واحد الانسان، ظلمت واحد الانسان واحد اخر، يعني في جميع الاحوال غادي نبقى واحد شويه تنعاني في الداخل ديالي. اذا هنايا الخلل فين كاين؟ وهو ان في هذيك اللحظه انا اللي تعصبت وتقلقت، قلت سبب دابا التقلق ديالي هو هذا المشكل اللي وقع. وهذا خلل. السبب ماشي هو هذاك المشكل اللي وقع، ولكن التحليل ديالك انت لهذاك المشكل اللي وقع. نعطيو واحد السؤال. اذا مثلا الا كان الاخ ديالي غادي للعافيه غيحط يدي على البوطه ولا غيحرق يدي بشي مقله ولا شي حاجه، انا في هذيك اللحظه الا بغيت نساعده شنو غادي ندير؟ غندفعو نقول له كمل سير حط يديك على العافيه، اولا غادي نشدو غادي ننبهو نقول له عندك راه غادي تحرق يديك في هذيك اللحظه. اذا انا بصح لا كنت نحب هذاك الاخ ديالي ما خصنيش نخليه يظلم الاخرين، لان هذيك راه عافيه. لانه حتى مثلا الا انتصر ولكن انتصر بالغش ولا دار شهاده زور ولا زوار ولا كذب، راه هو نفسيا ما غيكونش مرتاح. زين. لان الانسان راه حتى هو عنده واحد الضمير، فواخا في ديك اللحظه غيفرح انا انتصرت، ولكن من بعد ديك الذكرى تبقى تهجم عليه ويقول حشومه ديك الشيء اللي درت لهذاك الانسان. اذا ها عافيه شعلات فيه داخل واحد التانيب، وعاد العافيه الله يحفظ ديال غدا يوم القيامه انه يتحاسب على هذاك الفعل اللي هو دار، وعاد غادي ندسرو انه غيبقى يقدر يكرر هذاك الفعل اللي باش جايه. نعم. لان الانسان في الاول تيكون واحد الخطوط حمراء ما تيقربش منها، ان فوا تيقرب منها وتيتجاوزها بحال تيدسر راسو. نعم. تيقدر هذاك الفعل يعاودو عاوتاني نوبه واحده اخرى،
اذا في نهايه المطاف غنخرج ليه على شخصيته. نعم فهمتي، غيولي تيظلم الناس باش هو ينتصر وباش ما يتحطش في واحد الموضع ديال الاعتراف بالخطا، لانه الاعتراف بالخطا راه ماشي ضعف، راه قوه في الشخصيه. ولكن ربما الانسان تكون عنده فكره انه لا اعترفت هذاك الضعف وهذاك الانهزام وهذا، اذا القوي خصو دائما ما يخطاش. نعم اذا انا ما خصنيش نعترف بهذاك الخطا اللي قمت به. نعم وهذا هو المهم، وهذا اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الحلقه هذه اليوم. وانا كنشكرك على هذا التحليل هذا المنطقي جدا، يعني العقل اللي واعي فاش كنحلوا مجموعه من الامثال ديالنا فاحنا كنلقاوها غلط خصنا نحلوها بهذه الطريقه هذه باش يمكن لها تكون واحد الدافع. اولا انا نصحوا المثله ديالنا، وثانيا ان تكون عندنا واحد لا موتيفاسيون في الحياه باش نساعد وماشي نوقع في نفس الغلط اللي وقع فيه الاخ ديالي او الصديق ديالي او واحد من العائله ديالي. وهنا غادي يجي السؤال ديال واش الاولويه للحق أولى العائلة؟ نعم إذا هذه نقطة حساسة جدا، لأن العائلة قيمة عليا، وعاوتاني الحق والعدل هو قيمة عليا. في اللحظة اللي غيجيو يتعارضوا مع بعضياتهم، بحال دابا قليل اللي غادي تقول ليه باغ اكزومبل الأخ ديالو مثلا شفر، وهذه جريمة كيعاقب عليها القانون بطبيعة الحال. نعم. ما غتلقاش غادي يمشي يشهد على خوه مثلا، كيقول لك أنا ما يمكنش لي نشهد في خويا في القانون، أنا ما يمكنش لي نوقف ضد خويا. ولكن هنا شنو اللي خصو يدير؟ اي نعم، اذا هما بجوجهم مهمين. واضح. دابا الترتيب ديالهم الداخلي بالطبع راه الحق هو الاول ومن بعد منه العائله. نعم. الا انه خارجيا ما خصنيش نواجه العائله بهذيك الحقيقه مباشره. نعم. ونجرحهم وناديهم. بحال مؤخرا واحد السيده جات عندي في الاستشاره قالت لي الوالده قالت لي دير شي مخالفه قانونيه باش تربح شي فلوس معينه. نعم. هذيك البنت شنو قالت لها؟ قلت لها واش انت ما تتخافيش الله، راه رمضان هذا، ماشي هكا خصها تتقال. واخا هي الاولويه للحق، هي ما غاديرش ديك الشيء، ولكن خصها تتقال بشي لباقه، فهمتي؟ يعني بحال تبين لي انه راه يقدر يعيقوا بينا، راه نقدروا نوقعوا في مشاكل، انا عرفتك ماما انت تتبغيني وبغيتي فلوس باش نشري حوايج ولا دار ولا شي حاجه. يعني تحاول تمشي تقلب على شي نيه حسنه عند هذيك الام. نعم. فهذاك الفعل هي اللي بغات دير، لان هي باش تتحبها بزاف، بحال يقولنا الحب تيعمي العقل، فتيقدر الانسان ياخذ واحد السلوك خاطئ، فانا ما نمشيش لديك السلوك الخاطئ ونضربه مباشره، غنضرب العلاقه. يعني تكون الطريقه اللي نصحها للمسائل تكون الطريقه اللي اي يعني خص حتى العلاقه نحافظ عليها. انا ما غاديش ندير الباطل، ولكن في نفس الوقت ما نجيش نكون ترانيشان كيقول لك شوف لا انا نيشان، انا اللي في قلبي على لساني صافي، غنمشي عند هذاك نقول له شوف انت كذاب، ونفضحو قدام الناس قدام. لا ماشي هكا، فهمتي؟ يعني شي طريقه اللي تحافظ بها على العلاقه ما بينك وبين هذاك، راه ما قصدش هذاك، راه ماشي داكشي اللي بغى يقول لك، راه واضح. يعني خص يبقاو هاد الحق والعائله يبقاو مقاربين، ماشي الحق هنا والعائله هنا. يعني انا نضرب العلاقه ديالي على ود انا مشبت بالحق وبالحقيقه، خصني نحافظ حتى على هذيك العلاقه. وتيقولوا انه حتى الا ما قدرتيش تقول الحق، ما قدرتيش، لان العائله ما تقولش الباطل. نعم. هذا هو الحد الادنى بعدا، ما قدرتيش تقول الحقيقه كامله. مثلا بحال نقولوا كاين بزاف الناس شافوا هذاك الاخ شفر، اذا مشيو ما يشهدوا مثلا. انا ما نقدرش فهمتي. نعم. وحلاليه هذا، ولكن ما نقولش الباطل، ما نقولش لا راه ماشي هو، راه الاخر اللي كان خدام معاه في لاكيس انا راه شفتو هو اللي دارها. نعم. اذا هذه قاعده، ما قدرتيش تقول الحق ما تقولش الباطل. وي. فهمتي؟ ولا كنتي غتقول الحق، يعني راعي باش تحافظ على العلاقه ما بينك وبين هذاك الشخص اللي معاك في العائله ديالك. وفي اخر المطاف بالطبع الحق هو الاول، ومن بعد منه تجي العائله. نعم اكيد. كوتش امتى يقدر ياثر هذه المثله هذه على الطرفين بجوج في الحاله النفسيه؟ اييه، وهي هذه المثله هذه الا خليناها كما هي. نعم. وكان هذاك الاخ ديالي خطا وانا وقفت في جنبه، اذا هنايا حنا بجوجنا غادي ندمروا نفسيا، لانه غنديروا واحد الفعل اللي هو خاطئ، لا يبقى الضمير ديالنا تيألمنا بشكل دائم. والسبب ديال الالم النفسيه قلنا كاين الاولى هي ديك التعاطف الكلي، انا باش نتعاطف معاه كليا وتنعيش الحاله ديالو، وتبدا المعاناه ديالو تتنتقل ليا في هذيك اللحظه، فاذا هنا القرار ديالي تيكون خاطئ. لانه كقاعده فوق ما المشاعر ارتفعت فوق ما المنطق تنقص. إذا أنا في هذيك اللحظة اللي المشاعر ديالي غترتفع، ما خصني ناخذ حتى شي قرار في هذيك اللحظة، وما خصش تكون الأولوية هي العائلة، لأن كاين شي حاجة قبل العائلة هي نفسك بعدا. فهمتي؟ إذا في هذيك اللحظة أنا اللي غادي تطلع عندي المشاعر السلبية، خصني نوقف ونفكر في هذيك المشاعر، بعدا خصها ترجع للمعدل ديالها.
خصني نفكر بعدا فراسي. عاد ديك الساعه نفكر كيفاش نساعد ديك الساعه الاخ ديالي. اما الا كنت انا تنغلي في الداخل القرار اللي غناخذ غيكون اكيد خاطئ، حيت انا باغي نتخلص غير من ديك المعاناه اللي تنحس بها في الداخل ديالي. اذا هذا السبب ديالو كيف قلنا ديك التعاطف الكلي مع الاخر. ولكن انا ماشي غادي نقول ليه شوف انا راه ما تنتعاطفش معاك، لا انا باش نكون معاه ماشي هو تيبكي وانا تنضحك، فهمتي؟ انا راه تنفكر ليه في المشكل ديالو، فكر لي على حل، على الحل. ولكن من بعد باش نتفرق معاه ما خصنيش نبقى نفكر. نعم فهمتي، ديك الشيء تنخليه تماك باش نكون معاه، من بعد تنتفرق معاه تنفكر في حياتي. نعم يعني ما نديش مشاكل الناس معايا لداري ولعائلتي. نعم سي محمد، غادي نبغيو في هذا الوقت اللي مازال باقي لينا في هذه الفقره هذه نتكلموا على المثل الجديد اللي غادي نعطيوه حنا، اشنو غادي يكون؟ نعم، اذا المثل الجديده وهي انا وخويا على الخير ومع الحق راني نسير. انا وخويا على الخير ومع الحق راني نسير، يعني خويا الا كان على الخير غنتعاون انا وياه على هذاك هذاك الخير، ولكن هو الا خالف انا تمشي مع الحق. فهمتي؟ نعم. ما غاديش نمشي مع 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 الاخ ديالي. نعم. اذا يعني ديك الا كنتي مظلوم انا معاك، الا كنتي ظالم انا ما معكش، ما تقولهاش هكا مباشره. نعم. فهمتي؟ هذا يبقى في الحال ديالها، هذا هو التفسير ديالها باش نوضحوا اكثر المشاهدين. أيه. هذا هو التفسير ديالها، الا كنتي مظلوم انا راني معاك، الا كنتي ظالم راه غادي نحاول انني ما نخليكش ترتكب هذاك الظلم بطبيعه الحال، ولكن راه ما غاديش نكون ضد الحق. اي ما غاديش نقول الباطل، ما غاديش نكون ضد الحق. نعم صحيح، وهذاك التعاطف حتى هو خصني نحيدو من الداخل ديالي، يعني خصك عندي واحد القاعده، خصني نفصل ما بين حياتي وحياه احبابي. هذه راه مهمه جدا، لانه انا لاي واحد وقع عليه مشكل من عائلتي المشكل ديالي ولا ديالي ما يبقاش عندي غير مشاكلي انا خصني نحلها، غتولي عندي حتى شحال ديال المشاكل. وانا متفق معك، وهذه الظواهر الاجتماعيه كنشوفوها في المجتمع ديالنا كل نهار، كنشوفوا باغ اكزومبل واحد اللي تناقش مع واحد انسان واحد اخر كيمشي كيجيب ليه العائله ديالو كلها، هذيك العائله كتدخل بعنف بلا ما تعرف هذاك الانسان اللي طرف من العائله ديالها واش ظالم او مظلوم، وكندخلوا بقوه وبعنف، وهنا كنوقعوا في مجموعه من المشاكل. مشينا غير للمحكمه غادي نشوفوا شحال القضايا اللي الناس ظالمين واحد اخرين غير حيت واحد الانسان مشى دار واحد الغلط وما سولناش علاش ولا كيفاش، ودخلنا بعنف ودرنا جريمه ولا درنا مشكل اللي هو كبير. كيف خصنا نبداو نحضروا عقلنا وما نخليوش العاطفه انها تغلب علينا بعض المرات. اي نعم صحيح، واضافه للتعاطف كاين التعصب. مزيان، شنو التعصب؟ التعصب هو داك الحب اللي ينقلب العداوه الى شي واحد دابز لي مع المحبوب ديالي. نعم مزيان، يعني بحال نقول شي انسان متعصب للراي ديالو، اي واحد غيجي يخالف لي الراي ديالي انا اعتبره هذاك عدو. نعم، اولا شي واحد متعصب لشي فريق ديال الكره، اذا الاخرين اللي تيبغيو الفروق الاخرى هذوك اعداء. نعم مع الاسف كنشوفوا هذا الشيء، كنشوفوا ايضا باغ اكزومبل غير انا مثلا عندي مشكل مع زينب باغ اكزومبل، واخا ما عندي حتى شي مشكل مع زينب انا عندي مشكل باغ اكزومبل مع زينب، سي محمد انت واحد من العائله ديالي، واخا زينب ما دارت لك والو انت كيولي عندك مشكلة معها. هذا هو من بين الظواهر الاجتماعية اللي كنشوفوها. ولات زعما مسائل اللي هي عادية. نعم. جدا. أيه نعم، لأن هذاك الحب باش يقوى بزاف بحال اللي قلنا تيرتفع، والقاعدة المشاعر إلا ارتفعت المنطق تيبدا يغيب. اكزاكتومون. زين، فبالتالي تنولي أنا مع هذاك المحبوب ديالي بنسبة 100%. إذا ما تيبقاش. اللي ضرو ضرني. اللي ضرو ضرني، فما تيبقاش هذاك التفكير عقلاني منطقي. نعم. بحال واحد السيدة جات عندي أختها وقع لها مشكل مع راجلها. واي. فهي قالت لي انا ما بقيت قاده لا نخدم لا حتى شي حاجه، يعني مشى لها التركيز مشى لها كل شيء، فاش تفكر غير في هذاك المشكل ولا تتكره ديك الراجل وتتكره عائلته. ولكن واش بعدا جلسنا معاه سمعنا ليه؟ لا انا سمعت لخشي. نعم يكفي صافي. كنظن هادو اخطاء اللي خصنا نصححوهم في التعاملات ديالنا اليوميه باش ما نفقدوش اولا علاقاتنا، وثانيا ما نخليوش الناس اللي عزاز علينا انهم يرتكبوا واحد الظلم او يرتكبوا واحد الغلط ويزيدوا فيه وبان لهم هو الحق. كنظن لو عينا بهاد المسائل هادو ولينا كنحلوا تحليل اللي هو الصحيح، غادي نرقاو بالمجتمع ديالنا وغادي نرقاو بالفكر ديالنا، وهكا غادي نقدروا نزيدوا بلادنا القدام. يعني داكشي راه في حلقه كلشي كيدور مع بعضياته، تفكيرنا لا تبدل كنرقاو بمجتمع على قدو. كنشكرك مره اخرى سي محمد روحي على هاد النصائح والمعلومات اللي كتقاسمها معنا وهاد الاخطاء اللي كتصحح لينا في كل حلقة.